سيداتي أنسات سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتكم ميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. عرضنا لهذا اليوم إن شاء الله غادي تكون عروض وطنية مخصصة لمتاجر بيم. هذه العروض هذه غادي تكون إن شاء الله يوم 8 جانفي 2021، اللي هو غيكون إن شاء الله يوم الجمعة. وهذه العروض هذه غادي تكون في جميع المحلات ديال بيم، يعني هي عروض وطنية. غتكون يعني اي محل حداكم ديال بيم غتكون فيه ان شاء الله هاد العروض، يعني ما تحتاجوش تسولوا اش من بيم غيكون فيه هاد العرض هذا. بالنسبه لهاد العروض هذه غتكون ان شاء الله مميزه، ونتمنى تعجبكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك باش ما يفوتش حتى عرض، ويفعل زر الجرس وديروا لنا اعجاب بالفيديو باش تشجعونا ونستمر ان شاء الله في العطاء الدائم. نبداو على بركة الله. بسم الله. كاين هاد العرض الاول، كاين هاد الهاتف من بوكو ديال شاومي. شاومي شركة معروفة في الهواتف، راه دخلت المغرب في هاد السنين الاخيرة وحققت نجاح كبير. هاد الماركة ديال بوكو تابعة للشركة ديال شاومي. هاد الهاتف اللي كتشوفو دابا هو بوكو ام 3، في 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في الرام، يعني في سعة التخزين ديالو. 4 جيجا في الرام يعني راه غيكون ان شاء الله هاتف سريع بزاف. وبالنسبه للميموار ديالو 128 جيجا، راه غتخليكم ما تفكروش نهائيا في السعه ديال الذاكره ديال الهاتف. يعني غتصوروا لي فيديو، غتصوروا الصور ديالكم، غتدخلوا لي زابليكاسيون، يعني غتنساو شي حاجه سميتها يعني السعه ديال الذاكره ممتلئه. بالنسبة لهذا الهاتف هذا راه فيه 3 ديال الكاميرات. الكاميرا الاولى فيها 148 ميجا بيكسل، يعني التصوير غادي ديالو غيكون مميز بزاف. وكاين الكاميرا الثانية هي كاميرا ماكرو، غتكون فيها 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة حتى هي فيها 2 ميجا بيكسل ديال البورتري. بالنسبة للبروسيسور ديالو فيه سناب دراغون، والشاشة ديالو فول اتش دي. بالنسبه للشاشه الحجم ديالها 6.53 بوص، يعني راه الحجم ديال الشاشه كبير. والبطاريه ديالو راه كتهز 6000 ملي امبير، يعني غتنساو شي حاجه سميتها البطاريه اخوات. بالنسبه للشارج فيه راه فيه الشارج رابيد، يعني غيتشارج دغيا، وفيه البصمه. وهذا مكان بالنسبه لهذا الهاتف هذا. في حتى التعرف على الوجه، يعني غتحطو حدا وجهكم غيتفتح مباشره، يعني الا هزو شي واحد اخر ما غيتفتح الوجه. هذيك الخاصيه هذيك كتسمى التعرف على الوجه. بالنسبه للهاتف ديالنا كيجيب هاد الالوان هادو اللي كتشوفوا. وبالنسبه للثمن ديالو راه داير تقريبا 1800 درهم، يعني بالنسبه لهاد المواصفات هادو راه هاتف رخيص بزاف وفي المتناول. بالنسبه للمنتوج التالي معنا كاين هذا المكبر ديال الصوت بار دو سون بلوتوث، يعني غتربطوه مع الهاتف ديالكم وغتسمعوا يعني المقاطع اللي بغيتوا تسمعوها مباشره من هذا المكبر هذا. بالنسبه للباتري اللي فيه راه هو في 1500 ملي امبير. البعد اللي ممكن يبعد الهاتف على المكبر كاين 10 متر. بالنسبة للقوة ديال المكبر فيه 10 واط، وفيه راديو اف ام، وكيخدم بالكابل يو اس بي، كيتشارج بالكابل يو اس بي. بالنسبة للثمن ديالو تقريبا داير 250 درهم، يعني 5000 ريال، وهو كما كتشوفوا في الصورة. كاين المنتوج التالي معنا كاين هاد الغطاء ديال الكرسي او الكنبة، يعني اللي ممكن يتغطى فيه الانسان فاش كيكون جالس كيتفرج في التلفاز او شي حاجه. بالنسبه للديمونسيون ديالو فيه 150 على 220 سنتيم، وفيه عده الوان كما كتشوفوا معنا، عده تصميمات من شركه دويرتي. بالنسبه للثمن ديالو تقريبا 90 درهم، يعني 1800 ريال. اما كما كتشوفوا دابا في الصوره كيبان واضح. كاين هاد الغطاء ديال السرير لشخصين، في
فيه في الديمونسيون ديالو 200 على 220 سنتيم، وتا هو كيجيب تصميمات مختلفة تقريبا هو بنفس التصميمات اللي كيجي فيه الغطاء السابق. وكما كتشوفوا معنا بالنسبة للثمن ديالو 429 درهم، يعني 2600 ريال. كاين المنتوج التالي معنا هاد السترة الواقية للرجال اللي كتحميكم من الشتاء ومن البرد، اللي ما كتدخلش الماء على ما اظن. فيها ليطاي، فيها 4 ديال ليطاي، وعندها هذيك الكابوشون، وكتجيب اللون الاسود يعني لون واحد. بالنسبة للثمن ديالها تقريبا 70 درهم، 1400 ريال، وهي كما كتشوف معنا. كاين هاد المعطف للاطفال، فيه جوج ديال لي موديل ديال البنات وجوج ديال لي موديل للدراري. بالنسبة للدراري ها هما لي موديل اللي كاين فيه، كاين هذا وكاين هذا. بالنسبة للبنات كاين هذا وكاين هذا كما كنشوفوا معنا. بالنسبة للعمر او لي طاي اللي فيه كاين من 5 سنين حتى 12 عام. بالنسبة للثمن ديالو تقريبا 3600 ريال، 180 درهم تقريبا. ما هو المهم لهذا الفصل هذا؟ المنتوج التالي معنا كاين هذا غطاء المائدة ناب دو طاب، ديمونسيون ديالو 140 سنتيم على 180، حتى هو فيه ديفيرون موديل. كاين تقريبا شي 6 ديال الموديلات، كاين هذا اللي كتشوفو دابا في الطاولة، وكاين هاد الخمسة. بالنسبة للثمن ديالو تقريبا 600 ريال. بالنسبة للبرودوي الأخير ديالنا في هاد العروض هادو، كاين هاد الفانوس للديكور، كنظن كينفع للرحلات. في الديمونسيون ديالو 12.5 على 12.5، وفي الارتفاع ديالو تقريبا 14.5. هو كيخدم بالمصابيح ديال الليد اللي ما كتستهلكش الطاقة. وكيهز تقريبا 3 ديال ليبيل من شركة دايناميك، وفيه تقريبا 3 ديال الألوان أو 3 ديال الأشكال. إلى هنا نكون قد أنهينا العروض ديال اليوم. بالنسبة للعروض ديالنا نعاودو نتذكرهم أحبابي الكرام. كاين هاد الغطاء ديال المائدة، كاين هاد الفانوس للديكور، كاين هاد السترات الواقية للأطفال والرجال، كاين معنا هاد الأغطية كما كتشوفو، وداز معنا هاد المكبر ديال الصوت، والهاتف ديال شيومي بوكو اللي فيه 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في السعة ديال الذاكرة. هاد العروض هادي غادي تكون ان شاء الله يوم 8 جانفي 2021، يعني الجمعة القادمة ماشي ديال غدا، اللي بعدها ان شاء الله. وغتكون في جميع المتاجر ديال بين في المغرب. واشتركوا معنا في القناة احبابي الكرام باش ما يفوتكم حتى عرض ان شاء الله، وتفعلوا الجرس، وما تنسوش ديروا لنا اعجاب بالفيديو، فهذا الشيء كيشجعنا بزاف وكيخلينا نستمروا في جلب العروض دائما. ونتلقى في فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.